السلام عليكم الحبقات. بزاف منا كيطيب القرعه غير في كسكسو. اليوم غنوجدوها في واحد الوصفه لذيذه ومليئه بالنكهات. عندي لك جوج حوايج، شي هو سهله وفرصه لربح هديه رائعه في هذه الحلقه. تفرجي، شاركي وبارطاجي باش تحاولي تربحي، ويمكن تكوني انت هي طوب حدقه الفائزه ديال هذه السيمانه. هاد الشهيوة هي شوربة بالقرعة حمراء والسوريمي. باش نوجدو هاد الشهيوة غادي نحتاجو كيلو ديال القرعة حمراء مقطعة مربعات، 150 غرام ديال البورو مقطع، معلقة كبيرة ديال سكينجبير طري محكوك، 3 معالق كبار ديال عصير الحامض، قشرة ديال نص حامضة مصيرة، نص لترو ديال الماء سخون، 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، القشدة الطارية، ملح، إبزار، سوريمي ديال باشا ديال الكراب، ودامتي ديال الحوت. وها هو ملخص المقادير على الشاشة. ندوزو للتحضير. ناخدو كوكوط ولا طنجرة، نديرو فيها زيت الزيتون تسخن، ونحطو فيها القرعة الحمراء والبرو، ونشحروهم مزيان حتى يدبلو. ونزيدو سكنجبير والقشرة ديال الحامض مصير والملح والبزار حسب الرغبة. وكنصحكم الحدقات منين تضيفوا الماء يكون سخون باش ما تحبسوش الطياب ديال الخضرة. ونزيدو دامتي ديال الحوت مفرتة، سوريمي ديال باشا ديال الكراب مقطع طريفات، ونغطيوها ونخليوها طيب على عافية متوسطة لمدة 20 دقيقة. وملي طيب نعصروا عليها شوية ديال الحامض. ناخدو ميكسور ونطحنو فيه الخليط ديالنا، ونزيدو عليه القشدة الطارية، ونستمرو في الطحين. نوضعو الشوربة ديالنا في إناء التقديم، ونزينوها بنقيطات القشدة الطارية، ونضيعوها باستعمال كوردون، ونزيدو طريفات ديال السوريمي وشرائح ديال البرو وشوية ديال التحميرة من الفوق. وها شهيوتنا وجدات، جربوها وردوا عليا. وبالصحة والراحة. نرجعوا للمسابقة ديالنا. باش تحاولوا تربحوا الهدية ديال هذا الأسبوع، جاوبوا على هذا السؤال في الرابط اللي كاين أعلى الفيديو. وقتها جدفنا القشدة الطارية في الطنجرة مع الخضرة في الميكسور أو لا فيهم بزوج. عام ورا عام قناة طوب حدقة كتزيد تكبر بوفائكم لنا. كنشكركم على المشاهدة، وكل ما شاركتوا معنا أراكم كل ما شجعتونا نقدموا أكثر أحسن ما عندنا. موعدنا في وصفة جديدة وفي مسابقة جديدة وفي هدية جديدة. وما تنساوش تزوروا موقع قناتكم طوب حدقة www.tophadqa.ma، وتابعونا في الفيسبوك، انستغرام ويوتيوب.